النهارده يوم حاسم في تاريخ البشرية، هتتشرف فيه وكالة فاسا للفضاء بمهمة إنقاذ مصر والكرة الأرضية من الدمار الشامل. وعاوز أدي الفرصة لمجموعة الشباب يتكلموا ويعبروا عن نفسهم. احنا لازم بقى ندي فرصة للشباب عشان هم المستقبل ويعبروا عن نفسهم. لكن قبل ما انهي كلمتي احب اقول لكم ان الرحلة دي هتعرض على الهواء مباشرة من قنوات النيل المتخصصة. واحب اقول ان اللي حيفوتوا الرحلة ممكن يتفرج على الاعادة في برنامج مع بندق، ده هيبقى بالليل، واللي مش فاضي يقدر يتفرج في الويك اند مع كابتن حمادة امام في برنامج التعلب. هنتفرج على اعادة لاهداف الرحلة، وبالمرة نتفرج على ملخص لاهداف الشامبيونز ليج. ما كفاية كده يا سيد شيل. كفاية ايه ولا لحقت اتكلم؟ اتفضل يا سيل. ارجوكم يا جماعة، يا ريت اللي عنده سؤال لطاقم الرحلة يسألوا في عجالة، علشان احنا يا دوب نلحق نطلع الفضاء. شكرا. مستر حزلقوم. ايه قالك حزلقوم؟ افتكر انت كنت تركن على جنب يا دوحة. عمر يا عسل. مستر حزلقوم، وانت رايح في مهمة انقاذ الكوكب كله، ايه احساسك؟ والله احاسيسي متلخبطة، اخد بالك؟ يعني متلخبطة كده في قلب بعضيها، زي كيس الكشري اللي كنا بنشتريه لما كنا بنزوغ من المدرسة، فاكره؟ الاحساس بقى الغالب زي كده ما بتقول للراجل زود المكرونه، يعني اكسايتد. مستر حزلقوم، ايه اللي ممكن يحصل لو فشلتم في مهمتكم؟ فول الله ولا فلك يا عم، انت جاي تفول علينا انا ولا ايه؟ انت من كوكب تاني وجاي تتشافى فينا ولا ايه؟ شكله انت اليوم يقعد اليوم عامل فيها مذيع ارضي وعفريته لابس من كونكريت، ده جاي من نيزك يتنيزك علينا يا جدعان ولا ايه؟ عموما الاجابه سهله يا عم الاور، احنا بالصلاة على النبي كده لو فشلنا الارض هتتخرق من النص وتتحرق من الطروف زي قلب الكريم كراميل كده، خد بالك؟ وبعون الله مش هنقولها لك. دكتور ربيع. دكتور ربيع سوري. يا رب يا ساتر. الله، بسم الله ما شاء الله، ده أشيك من البستان سنتر. يا رب صبحنا وربحنا ومن عبادك ما تفضحنا، أحلى استضاحي على الكل. إيه ده؟ الراجل السنجاب ده؟ أنت مين يا عم أنت؟ معاكم اللوست عالي، أقدم سواق في هيئة النقل العام الفضائي، أسوق مكوك، سفينة فضائية، لانش فضائي، وباخد دورة تدريبية في كيفية سواقة المكن الفضائي مركب جاوي. قولوا المصحف؟ قول المصحف. يا جماعة مش أي حد يسوق الجاوة ده، بقول لك يا برنس، تعرف أنت بقى ترفع حصان وتعمل واحد همبليه اتنين فرقعة في الشكمان ورا؟ بعمل أربعة في الشكمان ورا. يا ريت يا جماعة ما نقرفش بعض في السفرية. وكمان ما نقرفش عم علي عشان الراجل كبر وخرف. لا ما خرفش ولا حاجة، هو بس خلقه بقى ضيق شوية، يدوب بيعمل مشاوير على القد. وبعدين الراجل ده كان شقاوة، كان صرعوه فضائي، كانوا مسمينه علي زو. ايه؟ علي زو. اشمعنى يعني زو؟ كان بيشق الفضاء زو، بس دلوقتي خلاص بقى زربيو. لا زربيو ايه، عيب، هو بس نظره ضعف شوية وكبر وخرف. يا سيدي ما خرفش ولا حاجة، والنبي بقى سوق على مهلك، سوق خلي الدنيا تروق، وبلاش غرز ومطبات عشان معدتي ما تنقلبش وممكن استفرغ لكم. انا ما بحبش السواقة الغشيمة. لا لا لا، سلامة بطنك سلامي، غشمت ايه؟ لا اطمني خالص، اصلاني الطريق صاحبي وصديقي وحبيبي. وكمان عندي مبدأ، ريحها في الغيارات تدلعك في المطبات. احب المانجي. العويسي ولا المفعصه؟ الملهلطي. ايه
ايه يا عم مش وقت غزل ده يا عم علي. لا 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 ده غزل عفيف. عفيف ايه يا راجل راعي شبتك؟ انا راجل شريف. يلا يا جماعه اتفضلوا اقعدوا على الكراسي. والنبي يا اخوانا كل واحد يلزم اي كرسي ويشد الحزام. يلا يا اخوانا والنبي كل واحد يقعد مكانه اتفضلوا عشان نتوكل. ايه ده؟ انت ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه انت يا جدعين؟ بشرب سجارة يا عم خرمان. خرمان ايه ومنين انت ايه؟ يابا بالطريق طويل قدامنا لسه. يا جماعة يا دنيل المهببي يا جماعة لو سمحتوا مش عايز طفي السجاير على الأرض. لا انا بطفي بكفي ايدي. وهترميه في ايه؟ على الأرض. كمان يا اخواني لو سمحتم انا مش عايز طفي السجاير على الأرض ولا تفتفت لب لو سمحت. لا يابا ده مش لب. ما انت ايه؟ كيجو. كاجو؟ كاجو ايه؟ كاجو ايه؟ حرام عليك ده الكاجو ده اسود كده هو. يا عم انت بتفتي يا عم وايه اللي اسود كده هو؟ وانا بقول لك باكل بطيخ. انت في السجارة دي. طيب انت في السجارة دي انت بتعمل ايه؟ تصفيها فين؟ في تنك البنزين. انا شرفني يابا ان ده تنك البنزين. هنموت كلنا. طب اطفيها فين؟ هات السجارة دي. هات السجارة دي. هات السجارة دي. حلوة السجارة دي صح؟ اه تبقى ليمون. انا بحطها في علبة ميريت او مارلبورو عشان تبقى شكلها هايم. خسارة لسه عروسي. ما علينا ما علينا ادي المكوك اهي. يا جماعة لو سمحتم والنبى الله يخليكم انا لسه ماسح المكوك في منزلة التعاون ودافع دم قلبي والله. فلو سمحتوا خلي الرحلة خفيف خفيف عشان نعرف نوصل. عم علي ايوه تاكل شوية بندق؟ بندق ايه؟ انت يا عم مش سنجاب؟ سنجاب ايه؟ سنجاب ايه؟ سنجاب ايه؟ ده البندق ده ايش وقت كده اهو؟ يا عم انت عمرك ما اكلت يانيش في حياتك قبل كده ولا ايه؟ والنبي يا اخواني خلوا الرحله خفيف خفيف عشان نوصل بسرعه ولا يا سيادة الملازم بشوف الناس بتوعك. لا اله الا الله. ركزي يا فرحه ركزي عشان هيشغلوا فيلم دلوقتي. يا رب يشغلوا حراميه في كيدي 2. لا انا عايزه تكتك بوم كيدي 2 احلى. والنبي الاخ بس اللي عمال يحكيه في كتف زميلته اللي جنبه تخليها في حاله ويخليه هو في حاله. ايه بلاش شغل الست ايه دي مش عايزين نجازي. ايه دي رحلة طهر مطهري ماشي. اقعد على بعضك. انت تقصدني يعني؟ اقعد على بعضك. ايه ما انا قاعد على بعضك. اقعد على بعضك. ما انا قاعد على بعضك. اقعد على بعضك. في سوش يا اخي المكوك ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. مش عارف الراجل ده مديني احساس انه مودينا الفيوم مش الفضاء. استاذ ممدوح. نعم. هو حضرتك مش هتيجي بنت نخشه كده وجميله ولابسه جيبه وتقف كده ولابسه فيست اصفر وتقعد تقول لنا بقى الكمامه بتنزل منين وننط زي من الطياره وتطلع بسبوس احمر كده تقوم واخده منه شفطه؟ لا مفيش يا دكتور الكلام ده في الطياره. ليه يعني هنا لا؟ عشان الطياره مؤنث والمكوك مذكر. حضن 13 الى قاعدة هيوستن نحن جاهزين للإقلاع. علم من القاعدة هيوستن الى حضن 13 بسم الله الرحمن الرحيم في خلال 10 ثواني هيبدأ الانطلاق. 10 9 8 6. ايه في 7 في النص. أنا قلت 6 قبل كده. لا هو أنت ما قال 7؟ مش نط 4 يلا. 4 3 2 1. أنا خلصت. في 0. 0. قول انطلق. انطلق. مش ممكن. وبالنبي. وبالنبي. إيه المكوك باظ؟ لا اصل انت لازم تكريك لها كده وانت بتدور المارش الكوري كله كده. هو المكوك ده هونداي؟ لا ميتسوبيشي. اه يبقى الماني بقى. طب عدم المؤاخذه هو انت مستحمي ومتوضي؟ متوضي من الفجر. وما نقطش؟ وبالله
يا سلام، ما أحلى الفضاء. سبحانه. نحن الآن خرجنا من الغلاف الجوي إلى الفضاء اللانهائي. نرجو من السادة المسافرين فك الأحزمة والاستمتاع والاستجمام بالرحلة. افرحي يا دي القادة، افرحي يا دي القادة، هياك عروسة مودة، هياك عروسة مودة، افرحي يا دي المندرة، افرحي يا دي المندرة، هياك عروسة سكرة، هياك عروسة سكرة، رش النزك مية، رش النزك مية، عروستي الغالي جاية، عروستي الغالي جاية، رش النزك تاكلي، رش النزك تاكلي، عروستي الغالي منقولي، عروستي الغالي منقولي. احنا اللي عملنا لكم الحيط، احنا اللي عملنا لكم الحيط، ايوه يا نايزه كاستيروس، ايوه يا نايزه كاستيروس، احنا اللي عملنا لكم الحيط، احنا اللي عملنا لكم الحيط. فضائي يا اما، ماله يا بنتي، عرسني الوستي خلاني ماشيه على المكو، ايوه شد الملايه قطع لي البو، ايوه وشكشك شك 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 بالليمون، واللي بحبه طلع مجنون وشك شك 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 بالكمان، واللي بحبه طلع حنان وشك شك شك. يا باشا قوم اتحزم مرقص معاهم يا باشا، فيك احنا في رحله. انت اللي بتقول كده يا عم علي، فاكرين نفسهم رايحين حديقه الفسطاط، حنا بلدي هي باشا. وانا يهمك تخلص بس المهمه، اول ما اروح ان شاء الله هحبسهم كلهم، احلى نص شنب يا عم علي. سكسك حصلت سكسك في المكوك، لا تعمل حاجه والله انا عارفك. لا يا ماشي وانسى الدنيا، ضمني وانسى الناس، ضمني وانسى الدنيا، مش في رحلة للقناطر يا باشا، خليك في رحلة، احنا في رحلة فعلا رحلة. طب ام حمادة عنده بطة بتعمل كده اهو. لا 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 بلاش البطة حزين، انا عندي فوق البطة. ايوه بعد البطة حزلقوم هنموت كلنا يا عم، دي مغارة البطة. لا لا انا بخاف من البطة. لا يا حزلوم بلاش البطارة، يا عم دي بطة. لا لا بص هنا على حاجة احتمرها وزة. بص لا 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 اوبا، دي لمبة السربنتينة طفت، انا اروح اشيك عليها وبالمره ازود الريتير ميه. اتفضل سعادتك. اوعى تمان مني يا عم علي. ما تقلقش سعادتك انا مفنجل. استاذ ممدوح عايز ايه؟ تشرب ميه؟ مش عايز منكم حاجه. حسب البطه. مساء الفل يا ابو خير. مساء الفل يا هندسي. استاذ ممدوح بقى شاك نفسه علينا، عزمت عليه بميه رفض، عارف ليه؟ ليه؟ عشان مش معدنيه. اتفضل. تشكر يا هندسي. ما تزعلش، هم اولاد الناس كده. ليه متخرج من الجامعه الامريكيه ولا مؤاخذه يعني بيقعد لي على كشتي ياكل لي سيزر سلط، الكلام الفاضي ده؟ عارف، عارف الناس دول. اساسا الميه المعدنيه اساسا بيجيب الكلى عشان فيها معادن. هو عامل معاك ايه؟ هو ايه؟ المكوك. لا زي الفول. جراي؟ جراي وبيجري. ما شاء الله، جراي وبيجري؟ انت شغال عليه بقى بقالك قد ايه؟ انا شغال على المكوك ده من 89. ما شاء الله. امال ده احنا من رواد. ما يبانش عليك، بسم الله ما شاء الله. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ وانت كده وانت ماشي في طريقك؟ ربنا يستر طريقك طبعا. لما بيطلع عليك حد فضائي يثبتك وكده تتصرف ازاي؟
انا بتعامل معاه بالمطوه الفضائيه. ايه ده؟ يا ابني الايه؟ ساموراي صايع. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ عارف بقى لو بيتف خل وطم لما تضرب بيها اي حد ما يلمش الجرح. لا انا بقيتها في نيون. في نيون؟ فكره برضك. جربت بقيتها في يورانيوم؟ جربت. تلمي التاني يوم. طب تاخد شويه بندق؟ بندق؟ مش انت سنجاب؟ سنجاب ايه؟ سنجاب ايه؟ يا اخي ام الكف يا حرام عليك. انا عندي الطاقه. في ايه؟ في ايه ده؟ لو راح مني ده هنروح في وجنان كلنا. يا عم هو عصب يا عم. الحقني سعادتك. مالك يا عم؟ بقيت سنجاب على اخر الزمن. مين اللي قال عليك سنجاب؟ السلم سنجاب. قال عليك سنجاب؟ قال عليا سنجاب سعادتك. سيد ممدوح. النيزك. النيزك؟ تن تن. حضرات السادة أفراد الطاقم رحلة 812، نرجو منكم الإفاقة الآن. سنبهوا شوية كده، نحن على وشك الهبوط على أرض النيزك. نرجو ربط الأحزمة والتزام الكراسي. شكرا. من تحتمس 13 للقاعدة هيوستن. من تحتمس 13 للقاعدة هيوستن، هل تسمعني؟ من القاعدة هيوستن إلى تحتمس 13. أسمعك بوضوح، ابدأ الإشارة. يبدو الآن أمامي على الشاشة أنه توجد زمجرة كهرونيزكية، وهذا ممكن يؤدي بنا إلى هبوط حاد في الدورة المكوكية. هيبقى فيه شوية اضطرابات بالصلاة على النبي. شكرا. نتمنى لكم الهبوط سالمين، وسنظل على اتصال معكم. إيه ده؟ هو إحنا هنتنيزك؟ مش هنتنيزك ولا حاجة، ما تقلقوش، قولوا الشهادة بس. جيب الهواء بسليمة يا رب. كنا ماشيين زي الفل، انا عارف ايه اللي حصل لنا. الله يموتوا. لا بعد الشر ما تقولش الكلام ده. ما هي ده. اصبر بس. حزلقوم، سيد حزلقوم، سيد حزلقوم، هل تسمعني؟ سيد حزلقوم، هل تسمعني؟ أنا بطشية. حزلقوم. إيه؟ أنت كويس؟ بإيه؟ هل تسمعني؟ بالكاد. ده أنت كويس يعني ولا إيه؟ مش فاهم. بالكاد أسمعك. يا سويت الكاجو فرط. فين الكاجو؟ بقولك يا عم وحيد ابوك بتقول للوسطى سنجاب اني وقعت الكاجو في الارض. كان معايا قرط اصحاب العزيز فرط مني برضه. يا نهار اسود. دكتور ربيع، السيد حزلقوم شكله بيخطرف، شوف ماله. لا بيخطرف ولا حاجه. تقدر تقول ان هو عنده دوار بحر مش اكتر. معقول؟ دوار بحر ايه واحنا في الفضاء؟ انت بتشخص غلط. هو احنا جينا للفضاء هنا في ايه؟ سفينة فضائية. مظبوط. والسفينة بتمشي عادة او دائما فين؟ في البحر. مظبوط. وبما ان عندنا سفينة وعندنا بحر يبقى في دوار بحر. مظبوط. ده غير ان احنا اساسا بنسبح في الفضاء. وبنسبح يعني بنعوم. معلوم. وبنعوم يعني في البحر. يبقى كان ايه لزوم بقى التطاول وقلة الادب؟ يا جماعه الامر لا يحتمل.
يا عم ما بالراحة يا عم ما بالراحة. أول مرة نطلع ومش عارفين إيه اللي حصل فيه، إيه المخبط اللي حصل دي؟ اللي حصل إن المكوك هبط هبوط غير ناجح، وده أدى إلى تحطم أجزاء في المكوك ولازم يتم تصليحها. أري السود يعني إحنا خيشنا المكوك شايس؟ هو خيشنا دي وصف علمي دقيق للي حصل، إنما لسه ما وصلناش لمرحلة إنه شايس. عم علي بيصلحه، ما تشغلش بالك أنت. طيب يا جماعة دلوقتي لو لا قدر الله ما عرفناش نصلح المكوك، هل في مكان قريب نركب منيه واحنا راجعين، ولا نكسب وقت ونكلم الونش الفضائي يجي يسحبنا؟ هو اللي انا اعرفه ان في هنا قريب موقف ميكروباص ممكن نركب منه بالظبط تاني يمين من الفواهة البركانية. انا زهقت. انت بتتريق صح؟ طبعا. وش طب يا جماعة مش وقت تريقة، انا مش عايزكم تقلقوا، دلوقتي عم علي بيصلح المكوك، لازم دلوقتي نتجه لمكان الحفر وبسرعة. طيب ما نحفر هنا دم بالمكوك، على الأجل لو الشمس نجحت علينا نلقى ضلة نحتمي فيها. رحيل صحيح ليه لا، فعلا ممكن نعمل كده فعلا ونحفر جنب المكوك لو احنا هنلعب بيه، لكن المهمة دلوقتي دقيقة ومحددة ومكان الحفر معلوم وبدقة، لازم نعمل كده بسرعة وإلا العملية هتفشل فشل ذريع. ما تتكلم يا سيد حزلقوم. طبعا يا جماعة لازم نفشل فشل سريع. سريع سريع يا عم، انا قلت سريع. طب يا جماعة من فضلكم احنا دلوقتي لازم نروح ناخد الخوز ونتجه لمكان الحفر، لو سمحتم جهزوا العدة وتعالوا ورايا. احنا على الفضاء لازم نمشي مخصوص. لا يا راجل. ايوه طبعا، هو انتوا ما بتشوفوش افلام ولا ايه؟ لا ما بنشوفش. مش احنا دلوقتي في الفضاء، يعني بنسبح في الفضاء، يعني ممكن تمشي كده او كده. والله العظيم عنده وجهة نظر. طب ما تعالوا نجرب يا جماعه. الله، دي رقصتي الغازيه، شكلنا جميل خالص. فرقه رضا عن نيزك. انا عندي فضول علمي اسال سؤال، انتوا بتهببوا ايه؟ احنا عدم المؤاخذة بنمشي ماشي في الفضاء. تعال شاركنا فرحتنا يا مدبوح يا اخوي، على فكره انت فايتك كتير قوي، انت شكلك كده شاب منتوي عشان من اول الرحله وانت واخد جنب على جنبك كده ومطرف. مشيت الفضاء دي بروفيسور حزلقوم نمشيها في مكان ما يكونش فيه جاذبيه، انما احنا على سطح النيزك، الجاذبيه اكبر من جاذبيه الارض، لان في قوه متماسكه مترابطه اسمها فاندرفال. فاندرفورت عارفه؟ مش ده لعيب هولندي ده جميل قوي؟ هو ده اللي ماسك الكوكب. لعيب في هولندا ايه؟ وبعدين احنا مش على كوكب، احنا على نيزك. ثانيا ما اسموش كوكب، اسمه كوكب. كوكب النيزك ده ماشي بسرعه 75,000 ميل رايح يدمر الارض. ارجوك يا عم ما تعليش صوتك علينا يا عم. لا 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 الله، انت على راسك ايش يا وليه؟ احنا اول ما زي بعضينا، انت اللي عملت البحث يا؟ لا يبقى تخرس خالص. بروفيسور حزلقوم ارجوك ما تطلعنيش من خوزة. يا عم روح، يا عم روح بقى، طريقك اخضر بالريموت اللي انت ماسكه في ايدك ده. بقول لك يا جماعه، الراجل ده عبيط، اللي عايز يمشي بالطريقه اللي تعجبه يمشي بيها. طب استاذ حزلقوم انا عاوز ادري شويه. عيش. انا ينفع انزل؟ لا انت لا. We'll be right back.
احفر هنا. عدم المؤاخذة، اختيارك للمنطقة دي بالذات كلام هلهلي ولا قايم على أسس علمية يا بروفيسير؟ أكيد على أسس علمية يا سيد حزلقوم، ولا أنت شايف إن في مكان تاني لبقرة الحفر النيزكية؟ إيه بقلة القرية اللي لوزع إيه ده؟ بقلة، أنا قلت بقلة؟ أنت لسه قايل بقلة يا عم؟ أنا ما قلتش بقلة. طب ثانية واحدة، قال بقلة ولا ما قالش؟ جاي أهو يا عم، أهو كله قال لك قال أهو. يا سيد حزلقوم، أنا قصدي مكان الحفر، المكان اللي هنفحت فيه. نفحت؟ وده لفظ يقوله علم أساسا؟ أنت قصدك على حفرة الحفر اللوزعية؟ طب أنا أقول لك كلمتين بيني وبينك كده، يعني ما لهمش علاقة بالعلماء، ده لله في لله يعني. دلوقتي أقدر وإحنا بنفحت هكلمك بلغتك، ضربنا في مياه جوفية مثلا، بلاش دي، افرض ضربنا في بيبة، عارف البيبة اللي هي الماسورة العمومي، سواء كانت مياه أو غاز، الاتنين ما عملوا مشكلة، لو مية مش مشكلة أوي يعني، لما تتخرم آخرها تعمل تقطع المية على التجمع الخامس من 4-7، هتصرفه بجراكن ولا بحاجة، إنما لو غاز هنا تكمن المشكلة، الدنيا هتولع. طب ليه يا حزلقوم ما تبصش لنص الكوباية المليان؟ اللي هو إيه؟ يعني مثلا لو حفرنا هنا ممكن نلقى كنز، أو نلقى آثار ومساخيط ذهب، ولا نقطع الكابل بتاع النت ومعرفش أخش على الفيسبوك. شايف يا بيه؟ شايف يا عم العالم؟ أنا ليه حاسس إن أنت معاك فوق عليا يا سيد حزلقوم؟ أنتوا بتقولوا إيه؟ ما بالراحة علينا يا عم، ما بالراحة كده. قطر يا عم واحتبر، الناس دي جهلة ما بتفهمش حاجة. تعالى نتكلم أنا وأنت كلام علمي. أتمنى. قدر إن الأرض دي زراعية، ما جاتش في دماغك صح؟ قدر إنها زراعية. لو دبينا فيها لا مؤاخذة هيحصل إيه؟ هتتجرف. وساعتها ربنا مش هيرضى علينا. وهتلاقيه يطلع في عيالك. طلع معاك عيلين صغيرين كده مجرفين من فوق قرع. عارف الصح إيه يا باشا؟ نسمدها، نديها اسمها الطبيعة أورجانيك. عارف نعمل إيه؟ نديها فضلاتنا، نجمع كلنا كده ونديها فضلاتنا، مش مواد كيماوية ومسرتنة. قالوها في الأمثال يا عم، زرعوا لناكل وناكل ليزرعون. تسمد إيه؟ أنت هتزرع كرنب؟ إحنا هنحفر هنا خلاص يا جماعة، أرجوكوا قدروا خطورة الموقف. النيزك ماشي بسرعة 75 ألف ميل في الساعة، لو ما لحقناش نوصل للعمق المحدد لزرع المتفجرات الكوكب كله هيتدمر والحياة البشرية هتفنى. يا عم واحنا إيه اللي هتفنى هنا بالأساس؟ ومش عشان نحمي البشر والبشرية؟ لا إله إلا الله، اطمن كده يا عم، ما توترناش معاك بقى في الليلة السودة دي. بقولك إيه، إحنا بعون الله أقل من 10 ساعات هنقوم مزنجفين الكوكب دوت وخارقين وطالعين من الناحية التانية بعون الله. طيب يا سيدي اتفضل، خد الرجاله والمعدات واخرق ام النيزك. اخرق ام النيزك؟ في عالم محترم يقول كده؟ انت الفاظك بقت سقيه قوي على فكره، فعلا بقت سقيه على فكره. انا مش هنزل لمستواك. عموما اتفضل حضرتك روح لعم علي في قلب المكوك، ماشي؟ ولما ترجع باذن الله، باذن الله هتلقى المصلحه ايدي. احنا لا مؤاخذه، الحديد بولي واحنا لامبولينا. ماشي يا سيد لامبولينا، اتفضل هات المعدات المخصصة للحفرة النيزكية، أرجوك انجزني. اتكل على الله يا عم، اتكل على الله. يا رجالة just do it، let's dance يا سي حزلقوم. انت بتهبي بيا نيل انت. عم فك يا دكتور عشان نعرف ونشتغله. تشتغلوا ايه؟ هو مش الراجل العصبي ده اللي كل شويه يقول 75 ألف معرفش ايه؟ قال ما تعملوش كده، انه ممكن تبوطوا من فرق الضغط. ما البيضه البيضه يا دكتور، وبعدين كده هتتبهدل، ده احنا سايبين بطايقنا هناك راه. معلش يا سيدي مش مشكله، نفحت يا حبيبي ولما تتوسخ نبقى نغسلها، تعرف ممكن نديها لفرحه تديها في مين. طيب ممكن قبل ما نحفر ونعفر يعني نريح لنا النصايك ده، احنا لسه جايين من سفر، وبعدين كده ولا كده هنفضروا النيزك، فيها ايه لما نستمتعوا بيه قبل ما نفضروا؟ كلام علمي سليم، نكوع نص ساعة ونقوم نفرتك لك النيزك. ما ينفعش يا جدعان. ليه؟ والله العظيم ما ينفع. ليه؟ واي؟ ما ينفعش يا جدعان نريح لما نشرب كوبايتين شاي تقال الأول. الله عليك.
بقول يا كابتن حزلقوم، دلوقت أنا مش حران، ممكن أشيل التكييف دي؟ أصل بصراحة مضايقني والخراطيم ممكن تنقط. تكييف إيه يا متخلف أنت؟ دي شنطة إسعافات. أنت عارف إن أنا روحت أرخص البدلة ديت، المرور قال لي مش هتقدر ترخص إلا ما تاخد شنطة إسعافات. غمست الواد بخمسين جندي عشان ما يقوليش طفاية. أيوه أنت مرور إيه؟ أنا مرور زحل، بس الحقيقة لما عزلت ودوني بلوتو التكرور. أنت مرور إيه؟ أنا مرور المشترى. حزلقوم أنت مرور إيه؟ أنا مرور بين المشتريات. سلام عليك يا بنتي يا فرحة، الشاي الزين للرجالة الزينة. تفضل. الله، ده شاي نبتون؟ أيوة يا حزلقومة سلومة. تسلم إيدك يا عسل. هدروسة. أيوة الحقيني. خد يا حبيبي. شكرا. الكبير بقى بتاع، خد. ميرسي يا ماما. تسلم يدك. إمه تجمر بحاجة تاني يا دماغ؟ احنا دلوقتي هنشرب الشاي ده كيف؟ سؤال مهم جدا. ينفع ارفع الخوزة اخد شفطة وردعها بسرعة عشان ما تخنكش؟ ينفع ترفع الخوزة خالص ولا ترجعها ولا بتاع؟ الله، هو احنا يا جماعة لما بنتنفس بنتنفس ايه؟ هوا ربنا. واللي هنا ايه؟ مش هوا ربنا برضو؟ هوا ربنا. يا راجل ارفع، احنا نسمع كلام الراجل الخريف ده. ارفع ارفع. صح صح. خير يا عم انت عبيط ولا ايه؟ تسمع كلام الراجل المجنون دوت؟ الله الله الله. قول لك يا برنس، هو انت اللي عامل البحث؟ حقيقة لا. يبقى تخلص خالص، ما ينفعش يا ادرس. مش اي حد يقول لك حاجه تسمعها وخلاص. ده يا بابا مش كلام علمي، اي حاجه علميه لازم أن تكون مبنيه على تجربه. تعالوا نجرب الاول. اسمه المنهج التجريبي. اشرف. ايوه يا حزلقوم. تلعب خوذه؟ العب خوذه كيف؟ تفتح لمؤاخذه الخوذه وتاخد كام نفس وتردها تاني. ايه؟ حاسس بايه؟ زي ما اكون عطشان وشربت. شفت؟ الله اكبر. لا بس يا جماعه، ده مش مكياس برضه. ليه؟ اشرف اساسا مش مكياس. اشرف اصله لا مؤاخذه خارق للطبيعه. ده يا عم بياخد طلق في نفخه عادي، بيجيله صداع بس. طب تعالوا نجرب تجربه تاني. سالم. ايه يا شحز الجوب؟ تلعب خوذه؟ لا انا عبيط اللي ايه؟ تعال نلعب قفشت الملك. قفشت الايه؟ قفشت الملك. طب بص، لو لعبت خوذه هخليك انت والملك تعمل اللي انت عايزين. لا يا شحز الجوب. طب تعال نلعب عنكب شد واركب. ايه يا ابني الالعاب الزباله دي؟ تعال شمال. صحيح يا جماعه، يلا الشاي هيبرد. بقول ايه، انا خرمان، انا اشرب واللي يحصل يحصل. مستنى عندك. انت هتعمل ايه يا معتوه؟ ايه الشاي مسموم ولا ايه؟ مسموم ايه يا ابني؟ انت مستغنى عن عمرك، لو قلعت الخوذه دي هتموت فورا. في فرق ضغط يا عم. ما تقفورش. صحيح اللي فرق ضغط. فرق كام فرق الضغط ده وندفعه ونخلص؟ وانا بقصر الثلاجات. وبعدين انا لسه عايز لهم كلهم الضغط زي الفل، 190 على 130. حتى اشروف عامل ضغط بايد واحده 200 من شويه. ايه ده؟ خرصوف مين واشروف مين؟ احترموا النيزك، احنا جايين مهمه ايه ده؟ الحفره فين؟ نهين. نهين ايه؟ الفحت. قصدك الفحره؟ الفحره. احنا اعتملنا مؤاخذه لسه ما استفتحناش. ما استفتحتوش يعني ايه؟ كنا حضرتك لسه بنشرب شاي وانت جيت كبست علينا. انتوا بتهرجوا؟ ده فات 3 ساعات. المتفجرات لازم تتحط في مكانها في الوقت المحدد، والا يبقى كاننا ما جيناش. افهمونا يا جماعه، احنا على نيزك ماشي بسرعه 35. طب ما انتوا عارفين اهو. يلا روحوا هاتوا المعدات بتاعه الحفر. احنا اساسا مش محتاجين نروح نجيب المعدات، المعدات معانا هنا اساسا. هنا فين؟
يلا يا ابني انت واهو، كل واحد يطلع المعيدة بتاعته. اشرف ايوه، انت الجروف والاغرب. ايه هدرس؟ ايوه. انت الجردل والمعيش؟ لا انا الدردل والكنك. انت هتهزر ياض؟ الكنكة دي تخصص البوفيه، قسم بتاع فرح دكتور ربيع. انت المبرد والملقط. سليم ايه؟ انت الولعزب. وايه تاني؟ كفايه عليك كده. ايه ده؟ مطرقه وشاكوش واجنه وجاروف؟ انت عالم ولا نجار مسلح ولا جاي تصلح ماسورة صرف صحي؟ لا بقولك ايه؟ بقولك يا عم الحاج انزل مع الحصان وكلمني يابا واحد لواحد كده، احنا علماء زي بعض. بلا علماء بلا نيلة بقى. المعدات دي تاخدها تروح تحفر بيها في الزريبة عندك. انما المعدات المخصصة لحفر ارض النيزك احنا جايبينها معانا في المكوك. ومين بقى اللي قالك يا عم البروفيسير ان المعدات دي هي اجمد حاجة لحفر النيزك؟ انت البحث بتاعك هو اللي قال. قول والله العظيم. والله العظيم. ما اصل دي لا مؤاخذه، حواشي حواشي بملى بيها البحث زي الاجابه بتاعه الثانويه العامه، بتكتر كده عشان انتم ايه معدي وناجح. انما المعدات اللي في الجول اهي. انت جاي تحفر في ارض النيزك ولا في ارض اللواء؟ لا لا بقول لك ايه كده خلاص مات الكلام. بقول لك يا ابني انت وهو لم العد. يلا اشرف. ايوه لم الشغل يلا وحمله على المكوك. تعال هنا مكوك. ايه انت فاكر نفسك في البزرميطه؟ نزل ايدك اهو. نزل. انت اللي هتحفر النيزك يا عم. يا جماعه الله ينعم عليك. انت صلى على النبي، دي ساعه شيطان. الله العظيم افلقنا. ما حدش دعوه بيا يا جماعه. صلوا على النبي، مش كده؟ استهتوا بالله، دي ساعه شيطان. اشرف سيب العده. اشرف خد العده. بقول لك ايه، بقول لك يا دكتور ربيع ما تدخلش لو سمحت ما بينهم وما بينه. الراجل بيقول كلام غلط فيا، انا مش صغير في مجال حفر النيزك. معلش يا سيد حزال جوم، هو اكيد ما يقصدش. وانت يا عم ممدوح يلا هب على دماغه وقوله انك ما هتعملش كده تاني. بس يلا، هو انا بقول حاجه غلط؟ احنا مش جايين عشان المفروض ننقذ ناس مستنينا؟ اسمع يا سيد حزلوم، انا بكلمك دلوقتي بشكل رسمي. الكلام اللي انت بتقوله ده مش كلام علمي. برضك هيقول لي علمي وادبي ما خلاص يا سيد حزلكم. الراجل بيقول لك خايف على الناس اللي على كوكب الارض. راجل نيته سليمه. استحمل بعض يا جماعة، عايزين نخلص النحتاية دي يا حزلقوم. الكوكب هيضيع مني. ماشي يا اخوي. خلاص يا جماعة، أنا بالصلاة على النبي كده عشان خاطر الناس اللي في الأرض بس هوافق وامشيها، بس بشرط. أنت كمان هتتشرط. هشرط. اهدى يا عم اهدى، أنت لسه سمعت الشرط؟ بعدين يلا هب على الرجليه عشان يرضى عنك. انت بتصالحني على خالتك من الاخر كده؟ الشرط بتاعي عشان اكمل الشغل ان سي مدبوح ده يفارقنا، مش هينفع بصراحه تبقى واقف. بصراحه بتبس نيجاتيف انرجي. اعوذ بالله. لا يبقى يمشي. هو انا قاعد عندكم في الصاله؟ يعني المشكله بقت من عندي انا دلوقتي؟ لا مش دلوقتي، ده هي المشكله فيك من الاول خالص. ما هي مش غلطتك. طيب انا ماشي في 60 دقيقة بس هرجع تاني، ولو ما لقيتش الحفر حصل هفجر النيزك ده كله باللي فيه. سامعني يا حزلوم؟ عاش قوي. شد حيلك يا اشرف، شد حيلكوا. جاتكوا 60 دقيقة بقالكوا ساعة بتفحطوا، ما عملتوش حتى خربوش في سطح النيزك. انا مين هو ايه؟ كمل. يا ريتك هتجيب الدكر بط. هتفحت ولا هجيب البت فرحه تفحت احسن منكم من 100 راجل. خد ورينا الحفر بقى يا سيد الناس. هيبقى شكلك وحش قوي. انا ما عنديش كرامه، بحب شكلي ما عرفش. هو كده؟ ايه يا سي حزلكم؟ ابعتوا ان شاء
يجيبوا فرحة تحفر بدالك. برافو عليك، برافو عليك يا سالم، شفت ردها لك. انت حسيت يا مش معناني ما كلهم بيزيدوا. معلش استاذنك في سؤال، هما مش مطلعينك معانا ام الرحلة دي عشان انت خبير حفر؟ بص ما يشكرش في نفسه لابليس، انا اقول لك اللي عندي. انا بسم الله ما شاء الله عليا واخد دكتوراه في الحفر في مادة الترتلايت. سوري، مادة ايه؟ الترتلايت. اوكي، طب بما انك خبير حفر ما تشور علينا يا اخي، نعمل ايه في ام الحديدة دي؟ انا اقول لك الهمة يا شباب الهمة، يلا بقى عايزين أرض الكوكب تطرى عشان تطبق معانا في الفحر. استنى، ما بالراحة يا عم، ما بالراحة، احنا عن نيزك يا عم مش على مسرح الهناجر. هناجر يا فاجر، يا نهار اسود، بترش مية عن نيزك؟ انا كنت حاسس من الاول ان انتوا شوية هليبة. لعلمك انت نفسية جحيم يلا، والمصحف نفسية جحيم، انت اساسا منافس مني عشان الفكرة الجهنمية اللي انا طلعت بيها عايز تفطسها وتطلع فيها القطط الفطسة. بلا قطط فطسة بلا نيلة، دي الكلبة لايكا ما عملتش كده. ايه الكلبة لايكا دي؟ الكلبة لايكا، كلبة لايكا دي مادة؟ مادة ايه؟ الكلبة لايكا دي اول كلبة طلعت الفضاء وكانت نتاية بس ارجل من اي حد فيكم. وبعدين النيزك معلوش مية، انتوا جبتوا المية دي منين؟ دي برضك فكرة من افكاري، المية دي لمؤاخذة من انتاج اشرف، بسم الله ما شاء الله مللنا الواحد والتلات جرادل. خلي بالك المية دي صبحة بتاريخ النهاردة، الماء عنصر اساسي من عناصر الفحر، وكما بيقول المثل العلمي اديها مية تديك تراوة. ده كلام واحد جنايني مش عالم ابدا. مية ايه وتراوة ايه؟ المية دي يا دكتور حسنقوم بتزيد تربة النيزك صلابة وبتخلي مهمة الفحت فيها شبه مستحيلة. ايه يا عم الفتي ده يا عم؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ انت بحثك، مش انت الوحيد يا بني ادم في العالم اللي عمل البحث عن الحفر في التربة دي؟ يعني حاجة زي كده. حاجة زي كده يعني ايه؟ مش البحث مسجل باسمك؟ طبعا مسجل باسمي، امال ايه؟ بس بصراحة مش انا اللي كاتبه، انا شاريه. شاريه. انا هقول لك اهو، انا كنت قاعد في تركيا على القهوة مع واحد صاحبي تركي بنشرب قهوة تركي، وفجأة دخل علينا واحد روسي هدومه مقطعة كده وبيبيع، غلبان بيبيع نعناع عدالة وسكر نبات وجلود بطاقة وشوية فليات ومواس وابحاث، واخد بالك؟ فمحدش حب يشتري منه حاجة ولا ينفعه، صعب عليا، قلت له خد يا علي انا، لا عايز امواس، دفعت له الفلوس التقيته اداني ابحاث بدل الامواس. اتاري بقى كلمة امواس بالروسي يعني ابحاث، بعدين جيت ادور عليه ما لقيتوش. بفتح الابحاث اللي تاني دي لقيت بحثين، واحد اسمه الحفرة في الترتلايت والتاني اسمه يلا نخلي البيضة بالطين، يعني هو اساسا عن الهندسة الوراثية، بيتكلم ازاي نخلي الفرخة لمؤاخذة بفتحتين فزي البندقية الخرطوش كده، فتطلع بالطين، اخد بالك بروحين تبقى يعني، طلع بالطين واحدة بنية واحدة بيضة. فبصراحة استحرمت، قلت حرام نلعب في خلقة ربنا، قمت رالل على البحث دوت وبعد كده قطعته ورميته، فربنا طبعا يمكن عشان عملت كده فجزاني فبارك لي في البحث التاني. الله يخرب بيتك، انت ضيعتنا، انت ضيعت العالم كله، يا ريتك خليتك في البيضة والبطين احسن. ما تكبرش الموضوع قوي يا دوحة، معلش حط نفسك مكاني، دلوقتي انت دفعت حق البحث ماشي وسجلته باسمك، تقوم بخلي اي حد يطلع مكانك على الرحلة؟ ما تحضرونا يا جدعان. لا طبعا ما ينفعش، هي رحلة لكوكي بارك، احنا طالعين الفضاء. الله يخرب بيتك يا حزلقوم، اعمل فيكوا ايه؟ قلعك مصد في قلب النيزك. لا خلي بالك فرق الضغط هيفتقك. بالهداوة بالهداوة يا دماعة، محلولة بإذن الله. ازاي؟ احنا دلوق هنبعت نديب الراجل الروسي ده، مش انت عارف شكله؟ شعره فلافل ولونه اسمر كيف اسمر وكيف روسي؟
مرود اللي حد يدنن. شفت اعمل ايه؟ استنى يا هجرس، قول لي يا حزلقوم، ما تفتكرش اسم الراجل ده؟ اه اللهم صل على النبي، عبد الخالق يونج. عبد الخالق ايه؟ يونج. ابعت هات لنا عبد الخالق يونج. نبعت نجيب ايه؟ عبد الخالق يونج. عبد الخالق يونج مين؟ ده صيني ده ولا روسي ولا من موسكي؟ الله يخرب بيوتكم، ذنب الكوكب كله في رقبتك يا حزلقوم. طب خلاص يا جماعه، ادام هي كده كده خربانه يبقى نلم حاجتنا ونطلع نقلبه من هنا. هو انتوا مش صلحتوا المكوك؟ ونصلحه ليه؟ ما خلاص خلاص، مفيش حد، مفيش كوكب ننزل عليه. احنا نجيب لب ابيض وسطاني وكاشو ونستمتع بالمنظر واحنا رايحين نفرع الكوكب. الله يخرب بيوتكم، ليه كده يا عبد الخالق يا يونج؟ دي اخلاق علماء. يا رب تموت. تموت ايه؟ ما كلنا هنموت يا ولاد الكلب. سامحوني يا اهل الارض، كان نفسي انقذكم ونعيش في سلام. سامحوني يا سكان الكوكب، سامحيني يا رؤية، انا اللي اكلت الشيبس مش كريم. سامحني يا كريم، انا اللي اكلت الاندوم يا حبيبي مش ماما. الله يخرب بيتك يا حزنقوم. الهي يا رب، العالم كله يتنجد كله، وانت الوحيد اللي ينزل على دماغك نيزك يخسف بيك الارض. أري السويد النيزك كالممدوح. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إيه هو كان عصبي بس كان طيب ولطيف الله يرحمه. إما كانش مات بالنيزك كان هيموت بالقهر اللي عملها له الخبير حزلقوم. او كان هيموت مسموم او بخندر في ظهره، ده قدر يا دكتور ربيع. طبعا، بس سبحان الله، شفت التوجيت بتاع الموتى؟ لسه بيقول يا رب نيزك ينزل عليك، راح نزل عليه هو. طيب مش احنا المفروض ندفنه يا جماعه ولا ايه؟ ندفنه يا اجرس، واحنا عارفين نحفر حفره ندفنه فيها نمله. لما تقول لي ندفنه وبعدين خلاص، ده بيجي بابا غنوش. ايوه يا جماعه، اصل مش منظر برضك. طيب نحرجه يا سيدي؟ ما تشيلش هم، كلها 5 ساعة والنيزك يضرب الارض وكلنا نندفن، وكل ده ببركات الكونسلتنت خبير الترترلايت. ترترلايت انت تسكت خالص. يا جماعة والله العظيم ما لسه لك عين تتكلم يا خبير الزرطلايت. انت منك لله يا شيخ، خلصت علينا مش احنا بس، انت خلصت على كل المخلوقات بتاعت ربنا اللي نعرفه واللي ما نعرفهاش. خسارة يا خسارة أهل المزاريط الغلابة اللي لسه بيروحوا الصيدليات يجيبوا أدوية فاكرين نفسهم هيخفوا ويعيشوا. لا إله إلا الله. يعني يا ربي بدل ما كنا طلعنا الرحلة المهببة دي، مش كده الواحد يقعد في بيته؟ أجله هيموت وسط أهله وفي بط أمه. إيه القرف ده يا أجرس؟ إيه بط أمه ده؟ انت اقرب لك تموت هنا طبعا وانضف. خلاص يا جدعان، ما خلاص، ده مش وقت نواح، ده وقف اللي احنا نوقف وقفة رجالة، كتفنا في كتف بعض، ايدينا ايد واحدة
ونرفع كلنا ايدينا ونجعل ربنا يخرجنا من البحر دي على خير. بس يا جماعة أنا اللي مقصر في نفسيتي واكل حتة من قلبي، إن أهل الأرض كلهم وثقوا فينا وإحنا خذلناهم. إحنا مين؟ إحنا مين يا موكوس؟ يا موكوس يا موكوس. الله، سيب ايديك. هو انا كلمتك؟ سيب ايديك. هو انا جيت جنبك؟ سيب ايديك. حسب نفسك؟ سيب ايديك. استني شويه. سيب ايديك. اصير هي انت بتنيل ايه؟ ايه بس في يدها ده انت؟ وانا مسكت حاجه اصلا؟ الحقيقه هو ما مسكش ايديها، انا اشهد بكده، هي اللي بتتلكك. باركونا يا جماعة، أنا وعم علي بقينا في فريند شوب، أو تقدروا تقولوا كده إحنا متصاحبين، بس أول ما نرجع إن شاء الله هنعملوا الخطوبة والدخلة في ليلة واحدة. ونكتب الكتاب ونعلي الجواب، بس نرجع يا غزال. إيه ده؟ إحنا هنرجع؟ الله، أنت صلحت المكوك يا عمي سنجاب؟ لا ما صلحتوش، بس محلولك. احنا بس خدنا بريك وجينا نطمن عليكم. لا طمنوا وحطوا ببطنكم بطيخه صيفي. الحمد لله يا جماعه احنا روحنا كلتنا في دايه والبركه في البيت. بيقول الراجل ده؟ بقولك ايه يا عم، سيب ايدي وانا كنت جيت جنبك. امر الدكتور ربيع، هو السيد ممدوح كان صلح جهاز الاتصال؟ أقصد يعني السيد ممدوح الله يرحمه ويبشبش الصخرة اللي فوق نفوخه. يا لهوي يا لهوي. اخلصي، ما عنديش ستة تفوت على النيزك. هو ايه اللي حصل يا دكتور؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك صخرة وقعت فوق نفوخه. لا اله الا الله، ده ابن موت. لا ده كان ابن حلال ومسكر. سبحانه، ده انا كنت جاي اقول له ان الجهاز لقط إشارة، بس الموجة لازم تجري ورا الموجة، عايزة لمؤاخذة طلق. يا غزال البحر الميت انت. بس الراجل لسه ميت. لا لا لا، بس خلاص بقى نعلي الجواب. استأذنك في الجهاز؟ اتفضل يا دكتور ربيع. بلاش قلة أدب سفالة. دوس على الزر من تحت. انتظر. ورجعنا لكم مرة تانية على إذاعة 100.6. عايزين نقول إحنا مش هنفقد الأمل أبدا، حتى لو الاتصال مقطوع ما بيننا وبين الناس اللي فوق النيزك، هنفضل واثقين فيهم، وإحنا عارفين ومتأكدين إن هم قد المهمة اللي بيعملوها وهيقدروا يعملوها. عارفين ليه؟ عشان حاجة واحدة بس، عشان هم مصريين. We'll be right back.
الإرسال قطع من الجهاز، مفيش إشارة. أنا اتزهق، استغفر الله العظيم، من ساعة ما نزلنا على الكوكب ده وتحس ما عمل لنا عمل مش مكتوب لنا غير النكد. أوري صوت، خدت بالك باللي حصل؟ أيوة، الإرسال قطع. يا دي يا متخلف، لأ أنا قصدي لبرابيت الطوبة. إيه اللي حصل؟ الأرض اتشقت. استغفر الله العظيم، إيه اللي بيكون ده؟ أنت اتدنيت ولا إيه؟ يعني إيه شقيت الأرض؟ استغفر الله العظيم يا عم، أنت هتكفرنا ولا إيه؟ أنا قصدي إني تقريبا والله أعلم عرفت إزاي هنفحت الكوكب. إزاي بقى عبقرينه؟ كده أهو. صدق إحنا اللي غلطانين إن إحنا بنتكلم معاك أصلا؟ يلا يا جماعة نغني إحنا. بلد عمر الشريف عادي الإمام أبو دمي. يا جماعة بتكلم جد والله. دلوقتي أنا لما رميت الطوبة عملت لا مؤاخذة خرم، يبقى ده معناه إيه؟ يعني أنت قصدك اللي إحنا نقوم نلم الطوب كله ونقعد نسكل بيه الأرض لغاية ما نوصل للفحتة اللي مطلوبة مننا؟ فحتة؟ آه. يا جماعة صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. بما ان حجاره الكوكب ده بتفوت في ارضيته، يبقى احنا نشيل السلاح بتاع المعاون والمطارب بتاعتنا ونربط مكانها ايه؟ حجر من الكوكب، وبعون الله نفلقه. على راي المثل لا يفل الكوكب الا الكوكب. بغض النظر على كل الهري اللي انت قلته ده، حقيقه انا مش مقتنع. خير دليل على الحاجه العلميه التجربه. اشرف يا جاي! الله أكبر! الله أكبر! برافو عليك، طلعت بتفكر، مع أني بصراحة كلنا كنا شاكين في الموضوع ده إنك تفكر. طب يلا يا جماعة احنا مستنين إيه؟ الوقت بيعدي، لازم كلنا نحفر، حتى فرحة لازم تحفر. لا، ما عنديش حريم تشتغل. استنى أنت يا جميل استريح وأنا أشتغل بدال. ماشي، بس سيب ايديك. انا لسه ماسكها. سيب ايديك. طب سيادي التانية. سيب ايديك. طب حتى صباح. سيب ايديك. الشيف صباح. اكثر علاقة حب في الكون كلها عيال بيها، فعلا كانوا في مجرة وطلعوا البرة اشتغلوا. يا غزال يوه 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 أحب البطارق ابني بقى عشان أمشي على عيني على رمشي. أنا زعلانة قوي، أنا جاية هنا أبو فاهم مش جاية شيك. خلاص اقعدي أنت وأنا شيك، ده أنت الأنثى الوحيدة اللي على دايسك. ماشي، وأهدي دي البنبول الأخضر. كاكو كلامي شفتوا؟ هم دول سبب العقوسات اللي بتحصل لنا من ساعة ما جينا. هي تيتين غرقت من ايه؟ من ايه؟ لما الواد زرع البت في العربايه.
على العموم اني رايح اصلح المكوك. ما تجي معاي تونسيني كذي وانا رايح اصلح المكوك. كوك كوك. يلا بيني. بيت ما تروحش مع الواد ده تقعدي. لا لا داني عايزها تمسك لي كوبلن، ترفع لي مساعد، تعمل لي كوبايتين شاي، دي الغرض يعني. ولا انت مفكر نفسك في الدويه يا واد؟ احنا عنايسك. يلا بيت هتفضل هنا، امشي يا عم فريق روح المكوك. يلا اخفي. خلاص ماشي، سلام يا غسان. كيف انتاج؟ طب حسبي نفسك. يلا يا جماعه يلا هاتوا القنبله معايا. إله إله يا الله يا رجالة. انزل يا بنت. دموني تقيلة قوي. دموني تقيلة قوي. يلا الحمد لله الحمد لله كده خلاص تحتبر المهمة خلص. لا لسه. ليه يا عم؟ احنا دلوقتي فحتنا الفحت وحطينا القنبلة جواها، بس لسه ما نعرفوش القنبلة دي هتنفجر كيف. ايه كده؟ اهدي. لا يا راجل، اول مصحف وممكن برضك تنفجر كده. دي اوقع. في برضك طريقة تالتة. ايه؟ ده لما كنا عاوزين نفجر عشه. لا يا عم، بيبقى فيها طايمه. يا سلام يا سلام يا بني ادم، هنفجرها ازاي في ميعادها القنبله؟ لا مؤاخذه، هي معروفه عن طريق الجهاز بتاع التفجير عن بعد اللي مع البروفيسور احي. طب يا عم بدل ما تبكت يا عم وتنمر، ما تفكر معانا في حل يا عم. انا عندي حل، ما نتصل بالناس اللي على كوكب الارض، اكيد عندهم فكره نفجر بيها القنبله دي. ازاي يا ابني؟ ازاي والاتصال مقطوع بيننا وبين غرفه العمليات؟ ايوه صح. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ يقطعك الواد ايمن ابن احلام كراوي، هريني رنات من ساعة ما نزلنا على الكوكب. هو انت تليفونك شغال هنا؟ لقط شرطتين من ساعة ما نزلنا هنا، ولقط شرطتين بس. انا اصلي عامله على ايه؟ على الهزاز، علشان لما بيرن ممكن يشتتنا عن المهمة اللي احنا فيها يعني. ما تفكك يا عم من تليفوني دلوقتي، مش موضوعنا دلوقتي يا جماعة، احنا في مصيبة كبيرة دلوقتي. ازاي هنكلم اهل الارض واحنا اساسا معناش جهاز الاتصال عشان باي؟ احي علي الطلاق. لا سرحك يا حسن. فتش نفسك في داهيه. احنا ناخد نعمل مكالمة الاول، بعد كده نقتله. صح. احي يا جماعه، ما حدش يشتم بالاب ولا بالام، انا يتيم وامي ميتين. بعدين انا اسف لكل عالم سهوه ولكل جواد شهوه ولا قهوه باين؟ اعتقد كبوه. لا حدوه، عشان جواد تبقى حدوه. يا ابني كبوه. لا يا عم، لكل سبع كبوه. يا جماعه يا جماعه، خلاص شوفوا الجانب الايجابي بقى. هو الحمد لله معانا موبايل، نكلم مين على الارض؟ كلم السيد شيحه. شيحه؟ الرقم المطلوب مغلق او غير متاح. موبايله مقفول. كلم هنا شيحه. بتهزر يا ابني انت؟ واه، هي مش بنته؟ مين دي؟ فكر شويه، مفيش حد مع السيد شيحه ده؟ جوني جنجون. الرقم المطلوب موبايله مقفول برضه.
كلمهم على الارضي. ما ينفعش. ليه؟ مش عشان اغلى وكده والله، بس ما افتكرش مع النمة. يا عم اطلب لي 40 دليل طلع سعين امنك. انا يا عم اشرف بالراحه وبالراحه يا اخي. تصدق فكره؟ الو مساء الخير، معاك منى، اي خدمه يا فندم؟ ازيك يا منمون، انت مرتبطه؟ لا ليه؟ دي نمره كنتاك ابو الفتى. نعم؟ لا مؤاخذه معلش اصل انا متوتر. بقول لك ايه؟ عايز اكلم وكاله فاسا بسرعه، احنا على نيزك وسرعته 75,000 ميل في الساعه. حزلقوم؟ ايوه اخلص. حزلقوم؟ انت بتتكلم من ايه؟ من الموبايل يا عم. الو؟ ايوه. الو؟ انت بتتكلم من شطيح؟ ايوه حزلقوم. مش سامع. ايه؟ بقول لك ايه، انت بتتكلم منين؟ يا عم قولنا من الموبايل يا عم. طب بقول لك ايه؟ اقفل انت واحنا هنكلمك بالفيديو كول. اشمعنى؟ ايوه علشان انت كارت يا اخي. يا عم انا خدت يا عم، وعلى فكره عندي ايباد خدته. حولوا لي مكالمه السيد حزلقوم عن طريق القمر الصناعي على الشاشه. ايوه يا سيد حزلقوم. انا السيد جيم، طمني ايه اخر التطورات عندكم؟ تطورات الان الحمد لله. بمعنى الله احنا فحرنا الفحره وحطينا القنبله، بس في مشكله صغيره ان جهاز التفجير اتفتح. وايه المشكله؟ كلم السيد ممدوح، هو هيعرف يتصرف ازاي. ما السيد ممدوح اتفتح لاخر. ايه؟ نزل عليه نيزك فلقه، ما فاضلش منه حاجه سليمه غير البوت. لا اله الا الله. المهم خليكم متماسكين. احنا متماسكين والله. الارض مصيرها في ايديكم، في طريقه واحده نفجر بيها القنبله، بس فيها مشكله. ايه؟ لازم حد فيكم يقعد ويفجرها بنفسه. يقعد على القنبله؟ يقعد على النيزك ويضحي بحياته ويفجر القنبله. بس عادي يا عم، عادي، ما كلنا قاعدين على فكره. دي بطولة منك يا ابني. لا بعيد عنك دي خيبة. وانا ما قلتلكش مش ان الكوب باظ وان علي السنجاب طلع كاوتش ملوش في اي حاجة، فالح بس يهجم على البنت فرحة ويسقم عليها. يا جماعة ساكتين ليه؟ ما تزعلوش، احنا كده كده كنا عارفين احنا طالعين، واحتمال نرجع واحتمال لا، مفيش مشكلة لما نموت عشان العالم كله يعيش. راجل يا ولد ابوي، راجل. امسك نفسك يا حزلقوم، وقر للرجال اللي معك تمسك نفسيه. انتوا هتموتوا عشان الناس كلها تعيش، انتوا هتموتوا ابطال. يا كبير. ايوه يا شرف. امانة عليك يا كبير، خلي بالك من العيال، خلي بالك منهم، دي الغلابة ملهمش حد غيرك. عيالك في عينيا يا شرف. ايه يا كبير؟ والنبي يا كبير سلم لي على امي. بالله مش كان نفسك ندرس يبقى حد يا كبيرة وتفتخر بيه قدام الناس؟ ندرس هيضحي بنفسه عشان الناس تعيش وانت تفتخري. ندرس دلوقتي عريس في الدنة. ولا اقول لك استنى استنى يا كبير، قول لها هدرس راح فرنسا يشتغل وهيبعت لك فلوس كتيره قوي. بس انت والنبي يا كبير ابقى ابعت لهم بتاع 20,000 يورو كل شهر. ابقى شوف الموضوع ده، ما تقلقش. بقول لك يا كبير، في حد دمبيك سامع؟ العالم كله هيسمعنا يا هدرس. طب خليكم شاهدين يا جماعه ان الكبير هيدي 20,000 جنيه للناس بتوعي. يورو؟ يورو صح. بس يا جبن صلب. يا كبير يا كبير، قول لأهل المشاريطة ما يزعلوش يا كبير، إن سالم هيموت. ما تخافش، محدش هيزعل وانت مت عادي. ولي ولي يا كبير، عايزك تروح للواد علي وزة اللي كان عايز يعلقني وتقول له خلاص يشوف نصيبه ويتجوز. فرحة لقت نصيبها ولقت اللي يعلقني، عم علي سنجاب. أستاذنك؟ يا كبير مساء الخير، أنا الدكتور ربيع. بص يا كبير، أنا مش عاوزك تتعب نفسك ولا تقول لحد أي حاجة، لأن أنا مش محتاج أقول لحد أي حاجة. أنا أعمالي بتتكلم عني وجمايلي على أهل البلد كلهم، وفيهم أنت، أوعى تنسى نفسك، أوكي؟ عايز أقول لكم
لو اتفرتك جسمي فانا كفايه اسمي ولا ايه؟ كمان عايز اقولك على حاجه، استاذنك يعني لو لابد تبلغ حد، بلغ نانيس مراتي، قول لها تنسي كل انت اللي مكاني دلوقتي يا نانيس، انت اللي تموتي وتغوري في داهيه، انا موت وانت تعيشي يا بنت الكلاب عشان تورثي العياده وتتجوزي التمرجي. انا صلى على النبي، صلى على النبي يا نانيس، صلى على النبي سكر يا عم، صرمك هيطلع، ربنا ياخدك انت ونانيس، خلاص طلقها واخلص. لا 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 يا جدعان، الامنيات التافهه دي ما تتفقوش بقى بالمهمه. معلش معلش يا جماعه، معلش طولنا عليكم، لا مؤاخذه، احنا نفوتكم بقى بعافيه، يا دوب نلحق نموت. جوني انت بتعيط؟ ما تعيطش يا جوني، ما تعيطش، افرح، لعلمك احنا هنا كلنا فرحانين عشان انتوا هتعيشوا، والله العظيم بجد. انت عارف ايه اكتر حاجه مضايقاني؟ ان انت والكبير هتوحشوني اوي، امانه عليك يا كبير. بص لعيالك العتره وجنجون الصغير، ولو خلفت تاني يبقى سجني حزل الام. ما تخافش ان شاء الله يطلع اذكى مني، ومش هيطلع عينك زي ما كنت بطلع عينيك. كلهم كان ليكوا عم بيحبوكوا قوي، ومات عشان خاطركم، عشان خاطر انتوا تعيشوا انتوا واصحابكم. يا جماعه انا عايز اعترف لكم بحاجه بصراحه كده، الناس دي كلها اللي معايا ذنبها في رقبتي، انا ما كانش المفروض اطلعهم معايا من الاساس، وان كان في حد يعني يستاهل انه يفضل على النيزك ده ويموت فهو انا، ولو جات لي الفرصه دي ان واحد بس هو اللي يختار انه يفضل على النيزك وهو اللي يفجره كنت هختارها. لعلمك انا بقول الكلام ده مش عشان انا كده كده ميت، لا انا بقوله بجد من قلبي. لو الزمن عاد نفسه وكان لازم شخص واحد بس هو اللي يموت، كنت هاخد انا المسؤوليه دي. نطلع على الجوب يا عم، عايز يا عم، استنى يا عم، انا بصعبان يا سكاشن دلوقتي، استنى. لو الزمن عاد نفسه يا قطط حدل، عايز ايه؟ عايز صلحت المكوك، احنا مالنا يا عم؟ لو الزمن عاد ايه صلحت الايه؟ عايز صلحت المكوك. جو 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 كوك كوك كوك، اتحركوا يا جماعه في اسرع وقت. قشطه قشطه سلام. كوك كوك كوك. طب يلا يلا يا جماعه، يلا عشان نلحق نرجع، يلا يا جماعه عشان ننزل الارض. يا جماعه استنوا، ايه الفرحه نسيتنا حاجه مهمه، مين اللي هيفضل فينا عشان يفجر القنبله دي؟ عشان في ناس بتستقبل هنا. اظن شرحه نفسها، مين اللي قال انا اتمنى ان اموت لوحدي؟ حسن يوم. مين اللي كان بيقول انا استعداد اضحي بنفسي والعالم كله يعيش؟ حسن يوم. مين اللي كان بيقول ذنبنا كلنا في رقبتي؟ حسن يوم. يا سلام، يعني اللي هيقعد هنا ويفجر القنبله هيبقى بطل والعالم كله يتكلم عنه؟ يا بختك. الا بطل يا هجرس، ده هيخش التاريخ من اوسع ابوابه، واسمه هيتحط على اشهر التماثيل واشهر الميادين واشهر محطات المترو. تخيل كده يا سيد حزلقوم، لو المترو الجديد اللي هيروح لحدائق الاهرام يبقى فيه محطه اسمها محطه حزلقوم. يا سلام يا دكتور، لو يعملوا له محور 26 حزلقوم. ايه، ويبقى فيه الطريق الحزلقومي. الله. ويا سلام لو فيه نفق الشهيد حزلقوم. ما هيبقى فيه حزلقوم المحطه وحدا يا حزلقوم. ايوه
وادي حزلقوم ومنشيه حزلقوم. وحزلقوم فيستيفال. ايوه وحزلقوم الجديده وعين حزلقوم. ولا زهراء الحزلقوم. لا انا خلاص كده هلبسها. انت لبستها خلاص وسبحان الله تقولش متفصله عليك. طب هدرس. نعم. بقول لك ايه، مش عاوز تستنى معايا ونبقى بطلين ويبقى تبقى المحطه اسمها هجرس وحزلقوم؟ ليه يعني؟ دي موضه يا عم حلوه قوي في الارض، الحاجات الناجحه كلها اسمها حاجتين زي سمير وعلي، توم اند بصل، اتش او ام، بولمبير اللي هو شد ودب. الله، فكره حلوه جدا، انا موافق. لا ولا فكره حلوه ولا حاجه. بص لو عاوز حاجه وحاجه خليها حزلقوم وحزلقوم، كيف علي وعلي. الله، برضو فكره حلوه جدا، انا موافق. لا لا مش حلو كده، هيبقى شكلنا بنقلده باين قوي قوي. حزلقوم وحزلقوم بنقلد علي وعلي. لا خلاص، خلي عندك ضمير ورد على الحاج لاصحابه، خليها حزلقوم وعبد الغفار يانج. ايه يا عم اسمه عبد الخالق يانج؟ عبد الخالق يانج. لا يا عم ده طويل، ده اطول من رمضان مبروك ابو العالمين حموده. طب بقول لكم ايه، بقول لكم ايه، تعالوا نقعد كلنا ونفكر في اسم يكون احلى. يا ده ما انا حاسس بمؤامره هنا. ازاي عمال بيملى وبيستدردنا علشان نموت كلنا معاه؟ صح. لا 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 بص، طب يا جماعه، طب ما تيجي نشرب شاي وترقص لي فرحه و... شفتوا شاي ايه يا ده؟ ما قفت خمس دقايق من العشر دقايق. يلا بينا. يا جماعه استنى يا جماعه، يا جماعه ودعوني. طب الاول تاخر بره هتشوفوني. سلام. الوداع. باي باي. بروفوا. استنى يا اشرف، استنى يا اشرف. عايز اوصيك يا اشرف على حاجه. قول. اسمع كلمة يا رب. انت اللي جابك هنا؟ واه فين اشرف؟ اشرف؟ بص يا عم اشرف، قوم اسحب حزلقوم. الامر لله وحده. عايزك تنزل في قلب الحفره خمس دقايق بالظبط على الساعه. ماشي. عقبال ما انا اروح ايه اخطف مشوار هنا سريع في شهر العقاري. ماشي. لو اتاخرت انا عن خمس دقايق على الساعه في قلب القنبله في زرار احمر مكتوب عليه بوم. مكتوب عليه ايه؟ بوم. بالظبط. انا اعرف لما تدوس عليه انك بتستعجلني. ماشي، بس اوعى تكون بتضحك عليا ويكون في كهرباء يكهربني. كهرباء؟ ايوه. عيب يا جرع، يا جرع عيب، انا عمري اشتغلتك قبل كده. لا ما حصلش. انت طيب قوي يا اشرف. الله يخليك يا سعد الجوم. هتوحشني يا جرع. ده كل خمس دقايق يا بوي. خمس دقايق انا خايف ادوس على الزر الاحمر تيجي. ده طلع طيب قوي. جاستن كيس يا اشرف، اركض في سلام يا حبيبي. يلا يا جماعه الحقيقه من الميت. يلا يا اخوانا كل شد الحزام. يا معلم دوسني على الزرار اللي هناك ده. نقول اللي جنب المربع الكبير اللي هناك ده. مين؟ مين ايه؟ مين ايه؟ درسني على الزرار اللي هناك ده. اه يا عم اه اه بالراحه، انت اصلا سنجاب مالكش حاسه. يلا يا اخوانا اهو بالنبي. من فرحه ويدني ويدني يا ساشين. روح معاه ما تخافش. على ضمانتك؟ على ضمانتي. شفتك ايه شغل العيله الصغيره دي؟ خدوهم. لا لا يعني انا اخو الفشادي، انا اخو حتلكم.
حضرتك. مصر كلها مديونه لكم، انا كنت واثق ان انت هتنجح. انت ولا واثق ولا اي حاجه، الكلام ده كاوتش وبتقول اي كلام وبتملى عشان ما بقاش شكلك وحش. انت اساسا ما كنتش واثق فيا. طب اديك اماره. فاكر لما كنت عندي في المكتب وانا خبطت على كتفك خبطتين كده؟ كنت شرهان. لا ابدا، دي شفره. شفره؟ شفره الثقه. اللهم صل على النبي، عليهم حاجات جرع رهيبه. عموما احنا الفضل لله طبعا في الاول وفي الاخر، دي اقل حاجه بعملها انا والتيم بتاعي، اقل حاجه. واحنا بنعمل كده اساسا عشان مصر وعشان العالم كله يعيش. وهو فين الشيك بتاعك؟ ايه الشيك؟ جاي مع المحاسب في ميكروباص. إيه؟ البريك مع المحاسب في ميكروباص البريك. انت كوفت ولا بنيه؟ لا انا كنت مهبط، طلبت كاستر. محاسب ايه يا ابو محاسب؟ انت تاخدني في دوكا؟ قال لك محاسب. ايوه انا خبر الحركات دي زين. هيقول لك دلوقتي معلش نعوضها لك في النيزك اللي داي، واحنا لسه داخلين على كوارث كتيره قوي. عيب تقول الكلام ده، انت ابن المكوك. هو انا هاجي له امتى؟ هو مين؟ ابوك. وتجي لابويا ليه؟ هات ايه؟ لا سيب ايدي. انا هطلب ايدك. سيب ايدي. طفيلي شويه. سيب ايدي. برتكنا الليلك. هقول لك كلمه. تعرف انا تبع مين؟ مين؟ اخطر رجل في العالم. معتز انت مرضاش صاحبي كده، وعامل لك كلنا في كل الجرايد والمجلات. ماشي؟ انا كنت مش هسلم من نظرك يا سعد الجوم، بس المره دي حلوه. نيجي نعملها تاني.